مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو زهرة العرب، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء مع الدكتور أحمد نور الدين أستاذ الأسماك بالمركز القومي ورئيس وحدة الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الأسماك. أهلا بك دكتور أحمد ونقول لك أهلا بك. أهلا وسهلا وأهلا بحضرتك وأهلا بكل المستمعين المصريين والعرب. بما أننا بنتكلم عن الأسماك وعالم الأسماك، هل هو معلوم أم مجهول؟ هنتكلم النهاردة عن هل الأسماك وآليات الأسماك لها دور فعال في فيروس كورونا؟ هل طبيعة الأسماك وأكل الأسماك ممكن ينقل هذا الفيروس، ولا الأسماك تحمينا من هذا الفيروس العجيب يا دكتور؟ والله هو سؤال حضرتك سؤال موضوعي وسؤال في توقيته وقد يجول بخاطر كل المستمعين. احنا النهاردة فيروس كورونا لم يظهر له بعد علاج، والعلاجات الموجودة علاجات تجريبية استخدم بعضها ثم وقف الجانب البحث عليها لإعادة الشغل عليها. فالنهاردة هل الغذاء احد الآليات اللي نقدر نسيطر بها على هذا المرض؟ انا بقول هناك محاور كبيرة جدا، اهم هذه المحاور أن إخواننا وزملائنا في النباتات الطبية والعطرية بيقولوا أن هناك بعض النباتات الطبية والعطرية لها آلية كبيرة جدا في السيطرة على الأمراض الفيروسية، ومنها على سبيل المثال الكركمين. والكركمين لما نذكره كنبات طبي وعطري إحنا بنستخدمه أساسا في عملية تفسيخ أو أحد المضافات أو الإضافات اللي بتضاف إلى السمك المملح بالفسيخ والرنجة. بتلاقي السمكة لونها أصفر عليها مادة صفراء وهي مادة الكركمين. فبالتالي إلى جانب أن الأسماك التي تغذى على الطحالب فيها من الأحماض الأمينية والإنزيمات ورافعات المناعة، ما أثبتت أن أكل هذه الأسماك في المناطق المختلفة في جمهورية مصر العربية هم الأقل إصابة والأقل عرضة لمرض فيروس كورونا. يعني احنا كساحليين، انا احد الابناء الساحليين، العدد الاصابات عندنا في المناطق الساحليه قد تكون منعدمه اللي هو شواطئ البحر المتوسط والبحر الاحمر. يعني كل من هو على البحر المتوسط او البحر الاحمر او هذه الشواطئ بيعافى من يعني الفيروس. بيعافى دايما لغه الارقام هي اللغه التي تعبر عن النتائج. احنا لما نيجي نعمل سيرفي وحصر لحالات الوفيات اللي في مصر وحالات الاصابه الموجوده في مصر، هنلاقي ان الساحليين هم اقل الناس اصابه وقد تنعدم اصابتهم في الاماكن المنعزله عن المجتمع، الناس اللي عايشين داخل بحيره البردويل، الناس اللي عايشين داخل بحيره البرولس. يرجع ده يا دكتور ليه؟ يرجع لانهم بيتناولوا الاسماك. الناس المتناولين للاسماك هم الاقل عرضه للاصابه بنزلات البرد والاقل عرضه للاصابه ب الأمراض الفيروسية، وفيروس كورونا هو أحد هذه الأمراض الفيروسية. يعني حضرتك ممكن من خلال هذا البرنامج إن احنا نقول للناس يعني كلوا سمك بقى أو تناولوا السمك بقى، لأن السمك مفيد جدا. سيبكوا بقى من الحاجات التانية، اللحوم والدواجن والكبد والحاجات ديت، ونرجع بقى للأسماك لفوائدها اللي هي بتبعدنا عن فيروس كورونا. يعني كلام حضرتك كلام رائع جدا. طبعا اللحوم الدواجن ولحوم الأسماك دي لحوم دهنية معظمها بتؤثر على وظائف الكبد، بتؤثر على الكليتين، بتؤثر على الجهاز المناعي، قد لا تكون بالسلب ولكنها لا تضيف له بالإيجاب. إلا أن الأسماك بترفع الجهاز المناعي. الأسماك يعني أقل ضغطا وأقل تأثيرا على الجهاز المناعي بالسلب، بل هي له تأثير بالإيجاب على صحة المستهلك. وزي ما قلت لحضرتك مستخدمي الأسماك اللي بيستخدموها أساسي في عملية تغذية قد تسجل أرقام غير ملحوظة وغير يعني نجلجبل بنسميها غير ذات أهمية في حالات الإصابة بفيروس كورونا. والأمر بسيط جدا ومعلوم إن دايما اللحم الطري أو لحوم الأسماك هي أحد الآليات التي يمكن أن تكون آلية وقاية لسببين مهمين جدا. هل الأسماك في دراسات بتقول أنها تنقل فيروس كورونا؟ لا، الأسماك لم يثبت أنها لم تنقل لفيروس كورونا ولا أحد الفيروسات من عائلة الإنفلونزا. يعني الدواجن بتنقل الإنفلونزا،
الخنازير في حاجه اسمها انفلونزا الخنازير. نعم. انما اللحوم الابقار والجاموس فيها امراض خطيره جدا، بكتيريه وامراض الانثراكس وامراض فيروسيه وهكذا، واخد بال حضرتك. انما الاسماك لا يوجد فيها حاله واحده في جمهوريه مصر العربيه سجل فيها مرض فيروسي الاسماك المستخدم. وانت كرئيس وحدة الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الأسماك، يعني حاجة جميلة جدا جدا، هذه بشرة خير من خلال ان احنا نتناول بقى في هذه الفترة الأسماك. انا بقول النهاردة للمواطن المصري اللي بقول له خليك في بيتك، بقول له حط على وجبتك سمك معاها كمية خضار من الفجد او الجرجير او رافعات المناعة زي الأونيون والبصل والثوم والكركمين والليمون، اقول لحضرتك ان انت بهذا تضمن جهاز مناعي قوي مقاوم للامراض بعيدا عن الاصابات الامراض القلب والسكري اللي ممكن تكون بريدسبوزنج فاكتور او مقدمه لتعرض الانسان للسيطره او الاصابه الفيروسيه. النهارده حتى الاطباء المتخصصين في علاج أمراض الفيروس يقول لك اعمل النهاردة يعني اشرب ليمون، خد غرغرينة بالليمون. لا، أنا بقول له النهاردة كل سمك كل سمك كل سمك تضمن صحة جيدة وتكون وقاية للإصابة من فيروس كورونا. ولم تسجل حتى الآن لأحد الصيادين أو المتعاملين مع الأسماك والأساسي في حياتهم أكل الأسماك حالة واحدة في جمهورية مصر العربية توفت من فيروس كورونا. قد يكون وفاتها من أمراض مزمنة أخرى أو إصابات أخرى، أما فيروس كورونا كفيروس كورونا لم تسجل الحالات الموجودة اللي 600 حالة اللي حصل لهم وفاة في جمهورية مصر العربية. ما فيش ولا حالة واحدة قالت أن هناك صياد أو متنزع السمك أو متعايش في عالم الأسماك أو ابن منطقة أسماك مات من فيروس كورونا. حفظ الله مصر وحفظ الله بكل شعب مصر والأمة العربية والإسلامية والجميع على مستوى العالم. أشكر لكم الدكتور أحمد نور الدين أستاذ الأسماك بالمركز القومي ورئيس وحدة الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الأسماك عبر راديو زهرة العرب. بنشكر حضرتك يا دكتور، ولنا مزيد من التفاصيل في الحلقات القادمة. أنا بشكر حضرتك وبفتح باب لحلقة قادمة عن الطحالب أو خلية الحياة. هناك دراسات اتعملت في 19-20 وأبحاث خرجت. ولما بقول الطحالب وهي الغذاء الأساسي للنباتات أو للأسماك نباتية التغذية زي سمكة البنقي، بنقول أن هناك دراسات قالت أن الطحالب البحرية والطحالب المياه العذبة هي أحد الآليات القوية للوقاية من فيروس كورونا. شكرا، وحتى موعد اللقاء لكم. تحياتي محمد سعد الإعداد والتقديم.